الآن الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 19 أمشير الكنيسة بتحتفل بنقل جسد القديس مارتينيانوس، وهو كان أحد أباء الرهبان، وبعدين نقلوه لأنطاكيا. هو كان أصلا مولود في مدينة قيصرية في فلسطين. الكلام ده كان في منتصف القرن الرابع، وقتها كان وقت حكم قسطنطيوس. هو كان غني جدا، حب ربنا قوي، وبعدين زي اباء كتير باعوا كل املاكهم وزعوا الفقراء، وهو كان عنده 18 سنه راح البريه، قعد في الجبل وترهبن هناك، وابتدت الفضائل بتاعته تبان بعد فتره كبيره طبعا، حتى أني الشيطان بقى بيظهر له في شكل وحوش. فهو كان يرشم الصليب ويقول له أنت ما تقدرش تأذيني، لأن ربنا يسوع المسيح ادانا قوة على الشياطين. فالشياطين كانت متضايقة منه. وفي مرة من المرات الشيطان ظهر له وقال له يا متوحد، يا اللي فاكر نفسك هتقدر تغلبنا، هيجي اليوم اللي هجرجرك من قليتك وارميك بره. هو ما فهمش ده ازاي يحصل ازاي يعني. رشم الصليب وصلى. قعد 15 سنة في البرية وهو بيجاهد بالصورة دي، لحد أما حصل في المدينة في قيصرية، كانوا مجموعة مجتمعين قاعدين كده، وجت سيرة القديس ده، وهم عاملين يقولوا قد إيه القديس ده حلو، وربنا بيعمل على قديم معجزات، وبصلواته بيتم حاجات كتيرة ليهم. فواحدة ست كانت خاطية موجودة قالت لهم التبن بعيد عن النار، استحالة يتحرق. قالوا لها يعني ايه؟ قالت لهم يعني طالما هو هناك هو راجل معزول عازل نفسه يبقى ضعيف، سيبوني اجربه. النقاش اتطور بقى رهان. قالوا لها هنديكي فلوس لو قدرت توقعيه بقى. وفعلا هي راحت لابسه لبس كده بتاع ناس فقراء، وراحت على بالليل قليته، خبطت يا ابي افتح لي، انا انسانه فقيره وتهت في البريه ومش لاقيه مكان ابات فيه. هو ما رضيش يفتح، الدنيا برد، الوحوش جنب مني، ارجوك افتح لي، انت ما عندك قلبك ما فيهوش رحمه، مش بتصلي لربنا بتاعك ده، ازاي بتصلي وانت مش بترحم؟ قلبه وجعه، لكن مش قادر ان هو يدخل قليته واحدة ست تبات معه. فراح جات له فكرة، راح فتح لها الباب وولع لها نار وجاب لها أكل وعمل لها حاجات تدفيها سخنة يعني، وراح ساب القلاية وقال لها اتفضلي باتي، بس لو سمحتي على الصبح تمشي. وهو دخل في البرية الجوانية وقعد طول الليل بيصلي، والصبح راح قليته علشان تكون هي مشيت، لقاها قاعدة متزينة ومستنية. قال لها يا ست ما مشيتيش ليه؟ قالت له أنا عايز أحكي لك حكاية الأول، أنا إنسانة وحيدة غنية جدا في قيصرية وعندي مشاكل كتيرة، وقلت في البرية يمكن ألاقي ربنا يساعدني، ربنا بعتني ليك، أنت ما تساعدني في حياتي؟ قعدت تزن في دماغه. قال لها ابعدي عني. قالت له أنت إيه رأيك؟ أنا عندي فلوس كتير، ما اديك الفلوس دي تبني بيها كنيسة، وبعدين نصرف على فقراء وتتجوزني. إبراهيم أبو الآباء ويعقوب وإسحاق كانوا متجوزين، موسى النبي اللي كان بيكلم ربنا كان متجوز، هي فيها إيه مشكلة إن إحنا نتجوز ونعيش مع ربنا؟ ابتدى يضعف، وافق. قال لها بس النهاردة جاي لي رهبان من الدير علشان يقعدوا معايا ياخدوا إرشاد، أروح أقول لهم بس ما يجوش النهاردة، ولما أرجع نتفق نعمل إيه. وهو في السكة راح عشان يتقابل مع الرهبان يقول لهم ما يرجوش، في نص السكة
ربنا صحصحه، ضميره وجعه، قال ايه اللي انا بعمله ده؟ انا هغير حياتي كلها وهوافق، دي خطه شيطان عشان افقد بتوليتي وافقد جهادي وافقد البريه، وانا لو عملت كده انا هقدر اقف قدام ربنا ازاي؟ فرجع من نص الطريق وعلى باب القلايه راح ولع نار وقف عليها، وهو عمال يصرخ ويتألم وهو واقف على النار. هي سمعته من جوه، خرجت قالت له ليه بتعملوا ده؟ قال لها، هو كان بيقول لنفسه، دوقي لما في الأبدية إزاي هتتحرقي يا نفسي. فقالت له ليه بتعملوا ده؟ قال لها، أنا مش مستحمل 10 دقايق في وسط النار، هستحمل إزاي في الأبدية؟ قالت له عملت كده ليه؟ قال لها، علشان أقول لنفسي اصحي أنت داخل جوه النار. قالت له يا للدرجة دي؟ قال لها طبعا. قالت له قد كده بتحب المسيح؟ قال لها، حياتي كلها قدمتها لي، انت لما جيتي خلتيني ابعد عن محبتي. قالت له انا عايز اتوب. قال لها بجد؟ قالت له بجد. راح ارشدها انها تروح فين؟ راحت الاول عند الناس دول وقالت لهم الراهب ده توبني، انا جاي بس عشان اقول لكم الكلام ده، وسابتهم وراحت لدير العذارى. يقال ان هو قعد 7 شهور رجليه تعبانه، وبعد 7 شهور قال أنا عايز أسيب البرية دي كلها وأروح البرية تانية ما حدش يوصل لها. قعد يمشي لحد أما لقى نفسه عند البحر، دخل في جزيرة من الجزر، وفي الجزيرة دي فيه صخرة عالية ما حدش يوصل لها، طلع فيها. البحارة شافوه، إيه يا عم؟ قال لهم أنا راهب متوحد وعايز ما عيش إلا مع ربنا، تسمحوا كل 4 شهور تجيبوا لي شوية خبز وشوية مية، وتجيبوا لي شويه زعف نخيل كده اشتغل واديكم الشغل بتاعي ده، وانتوا اعملوا فيه اللي انتوا عايزين. هم حسوا انه ده بركه، بقوا يعملوا كده. قعد على الحال ده 10 سنين تاني، وهو فوق الصخره لقى سفينه بتتكسر، وكل اللي في السفينه ماتوا، مفيش غير بنت بس هي اللي متعلقه على لوح خشب ماسكه في السفينه. قعد يقول يا رب، طب وبعدين؟ أخش البحر أنقذها ولا أسيبها تموت؟ أسيبها تموت ولا أكسر النادر اللي أنا قدرته إن أنا ما أشوفش حد تاني؟ قلبه وجعه، راح نزل جوه البحر وشد البنت وراح حطها وقال لها، بصي أنا كنت بقول لنفسي إني مش عايز أحط التبن مع النار مرة تاني، أنا هسيب لك المكان وأمشي. وراح رمى نفسه في البحر وقال لربنا كده، يا تاخد نفسي يا إما توصلني الحتة. البنت لما شافت الحكاية دي قلبها كلها قوي، فعاشت حياتها الأخرى رهبة في الحتة دي. جم البحارة قالت لهم اللي كنتوا بتعملوه مع القديس مارتينيانوس اعملوه معايا، كل 4 شهور هتولي أكل وشرب وأنا هشتغل شغل إيدي. وكانت زوجات البحارة هم اللي كانوا يعملوا لها الحكاية دي. أما هو بقى ربنا رماه على اليابس في منتهى الإرهاق والتعب، أخدوه مردوه وعالجوه، وبقى يتحرك من مدينة لمدينة وهو بيقول لربنا أنا مش عارف أروح فين، لحد ما وصل لأتينا. وهناك راح لطلب أسقف الكنيسة، جاله الأسقف، راح للكاهن، كاهن وداله الأسقف، قال الأسقف أنا حياتي كذا 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 كذا، وربنا قال لي إن أنا خلاص هموت، هتنيح، هطلع السماء. وفعلا قعد في الكنيسة 3 أيام لحد أما ربنا أخد روحه. الأسقف كتب القصة بتاعته، قديس كبير لأجل الجهاد، مرضيش أنه يفرط في أي شيء، وأخدوا جسده وحطوه في الكنيسة. جه بعد كده بعد فترة نقلوا جسده للأنطاكية، والقصة بتاعته دي انتشرت في القسطنطينية كمان، وأصبح هذا القديس من ضمن قديسين الطهارة وقديسين الجهاد الروحي. النهارده عايز اقول لكم على نقطه مهمه قوي بقى في الجهاد، وقضيه مهمه، الثبات في المسيح اقل تكلفه كتير من السماح بالخطيه والتوبه مره اخرى. افهموا ده كويس، الثبات في المسيح اقل تكلفه في حياتك وفي جهادك من انك تسمح بخطيه تقع وتقوم تاني تتوب. انك تثبت في المسيح اسهل بكتير
من انك تقع وتقوم. الشيطان بيقول لك غير كده. الشيطان يقول لك يا سيدي لو وقعت هتقوم. افهم ده كويس، ان الوقوع له ثمن. بص مثلا ادم وحواء، تكلفه الثبات في المسيح في الوصيه تكلفهم ايه؟ ما ياكلوش من الثمره بس، مش اكتر. تكلفه الوقوع تساوي ايه؟ عري، خصام، عداوه. حتى لما جم يرجعوا اتكلف رجوعهم تجسد وصلب ربنا نفسه، ده غير البشريه كلها. احيانا بنتهاون في حاجات صغيره واحنا لا ندري ولا ندرك انه تكلفه الرجوع هتكلفنا اكتر بكتير من اننا نثبت. داود النبي تكلفه الثبات هو ايه؟ هو كان وقت حرب، طلع ما كانش مشغول بربنا كفايه، طلع فوق السطح شاف واحده ست اتحركت شهوته. تكلفه الثبات تساوي ايه؟ يقول نفسه لا، انزل وينزل يجاهد، هتعدي منه الليله دي. تكلفه الوقوع تساوي ايه؟ بكى عمره كله قعد يبكي. ومزمور ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ده نتيجه لما ربنا بعت له نسان النبي وقال له هيحصل اللي انت عملته في الظلمه اولادك هيعملوه في النور، وفعلا حصل كده. وقال له اللي انت عملته ده له ثمن. تكلفه الثبات في الله بالنسبه للقايين كانت تساوي ايه؟ ربنا قبل ده يتحكم في نفسه، طب معلش خلاص، حتى لو هو كرامته وجعاه شويتين ربنا ما قبلش ذبيحته. تكلفه السقوط تساوي ايه؟ حياه تانيه، خوف، قلق، دمار. تكلفه الثبات هتخليك ماسك في المسيح، تستمر وتؤدي النمو. بينما تكلفه السقوط يعني خيانه، ويعني سلطان لابليس، ويعني انك تكتئب وتتعب لانك تحس انك ضعيف. لوط وابراهيم، تكلفه الثبات مع ابراهيم كانت ايه؟ انه يتنازل شويه عن الاملاك، او انه غيره بتاعت الممتلكات. تكلفه الخطيه والبعد ايه؟ سدوم وعمورة. عشان كده يقول سفر النشيد خذوا لنا الثعالب الصغيره المفسده للكروم. احيانا حاجات صغيره تضيع الكرم كله. ويقول ربنا في سفر الرؤيا عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. الترك المحبه الاولى تساوي ايه؟ تساوي ضياع. بينما تكلفه الثبات في المسيح تساوي النمو. يعني اللي انت هتقدمه في انك تثبت هتاخد نمو وتاخد قوه وتاخد قداسه. بينما لما تقع علشان تقدر تقوم من تاني هيكلفك جهاد كتير، ويكلفك انك تقف قدام ابليس بسلطانه. التساهل المبدئي يجعلك عبد، بينما التمسك المبدئي يجعلك في المسيح. عشان كده خليك يقظ. القديس بتاع النهارده مارتن يانوس كان وهو ماشي في السكه في الطريق بتاع الخطيه فجاه فهم، وقف وقال لحد امتى انا هقدر اعيش بالصوره دي؟ رجع مسك في المسيح صار قديس. عشان كده خلي بالك النهارده، راجع نفسك الفكره دي. تكلفه الثبات في المسيح اقل بكتير في جهاد، واقل بكتير في حياتك، واكثر استمتاع بالحياه الروحيه من انك توافق انك تقع وتقوم من تاني. لإلهنا كل مجد وكرامه الان الى الابد.